أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد ويليام في فيديو جديد. النهاردة هنكمل كلامنا عن الويندوز 11، والنهاردة كلامنا هيكون مختلف لأن مايكروسوفت طرحت نسخة جديدة من ويندوز 11 للمطورين فيها اختلافات جوهرية. تعالوا مع بعض نشوف هذه الاختلافات ونقول رأينا فيها. مايكروسوفت طرحت نسخة جديدة زي ما قلت لحضراتكم للمطورين. لو جينا نشوف السيتنج اباوت، هنلاقي ان الويندوز 11 نزل ليها نسخة 22000 بوينت، هي كانت 51 وبعد اخر تحديث بقت 65، وهنشوف التحديثات اللي فيها. ودي طرحتها للمطورين وخلت شرط الهاردوير او تي بي ام والبروسيسورز ارجعتها على جنب على اساس ان المطورين يقدروا يعملوا فيدباك لمايكروسوفت، وعلى بال ما تنزل النسخة الاخيرة ويكون قرارهم النهائي بعد ما يشوفوا الويندوز دي بتعمل ايه مع الناس. لو رحنا للويندوز ابديت هنلاقي ان الويندوز انسايدر بروجرام علشان تشترك فيه ويسمحوا لك بانك تعمل فيدباك وانك توصل لك اخر تطويرات من النسخة. هو اوريدي كده تشترك في الويندوز انسايدر، برضو بيقول لك ان هو مش بيوافق المينيمم هاردوير ريكويرمنتس، ولكن هو بيرجي الموضوع ده على جنب وبتقدر تعمل تحديثاتك عادي جدا من الويندوز ابديت. تقدر انك تتشيك فور ابديتس وتشوف لو في ابديت ولا لا، وتقدر تتواصل بيه وتعمل فيدباك لمايكروسوفت بالمشاكل. ده كده بالنسبة لنسخة الويندوز الجديدة. تعالوا نشوف بقى ايه الفروق اللي موجودة عندنا. الحقيقة زي ما قلنا في الاول هي فيها اختلافات جوهرية. الاختلافات الجوهرية ان في السيتنجز مثلا بقت يعني الامور اوضح كلها على الشمال، ولما بتكليك على حاجة منهم بتجيلك مثلا على اليمين هنا في جرافيكس شوية في بعض الحاجات، وتقدر بعد كده واحدة واحدة برضو السهم بتاعها يفتحها لك وتشوف مثلا هل ده السيتنجز، فبقت يعني اريح للعين اكتر. ده اول اختلاف وده مقبول وكويس، ده بالنسبة للويندوز 11. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم هي دي زي ما بنقول نسخ تجريبية، لا ينصح بان حضرتك تخليها على الجهاز الاساسي بتاعك، ولكن ممكن لو عندك جهاز مش بتستخدمه وحابب ان حضرتك تنزلها عليه مفيش مشكلة. مش بتستخدمه يعني مش الاساسي عندك، يكون في جهاز تاني ثانوي بحيث لو حصلت مشكلة ولا حاجة شغلك ما يتأثرش. دي اول نقطة بنتكلم عليها. تاني حاجة هنتكلم عليها وهي الرايت كليك. الرايت كليك عندنا اصبحت ان هي بهذا الشكل كبيرة وواسعة، وحاطط لحضرتك الحاجات اللي ممكن بتستخدمها. يعني قد تبدو ان دي احسن للعين، ولكن احنا يعني هنتكلم عن نقطة تاني ان في حاجات لو عايز ترجع للموضوع السابق بتجيبها لك show more options وبترجع للقائمة التانية اللي هي قد تكون فيها حاجات هم رأوا ان هي مش اساسية انت بتكليك يمين، دي الحاجات اللي هو عاملها لك. ده بالنسبة لميزة وعيب كل حاجة. ده بالنسبة للتطوير بتاع رايت كليك. اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان احنا نقدر نعمل اكتر من ديسكتوب، واقدر ان انا زي ما حضراتكم شايفين اقدر اعمل نيو ديسكتوب واحط له باك جراوند مختلفة، ولكن يبقى الـ الحاجة اللي ما عملوهاش واللي المفروض يعملوها ان احنا لو حضرتك حطيت فايل على الديسكتوب هيفضل على كل الديسكتوب موجود، وده ناتج لان لو جيت حضرتك تشوف في الفايل اكسبلور، طبعا كلنا عارفين ان انا عندي ديسكتوب واحد اي ملفات عليه هتفضل موجودة في كل الفيرتشوال ديسكتوب اللي انا بعملها.
فده ميزة وعيب. إنما المفروض إن أنا مثلا بعمل ديسكتوب للورك يكون عليه شغلي، ديسكتوب تاني للجيمز يكون عليه الشورت كات بتاع الجيمز بس، ولكن دي ما عملوهاش لحد دلوقتي. مش يعني قد تكون متعبة لأن هو هيضطر يعمل ديسكتوب لكل واحد، واي نوت، ما اعرفش يعني ليه لأ. إنما هي دي أحد الحاجات اللي هما كانت مطلوبة وما اتعملتش. ديسكتوب برضو بالنسبة لو جينا نقول أول أيقونة لما بدوس عليها هنا، أنا أقدر إن أنا أغير مكان أي برنامج من دول، إنما ما أقدرش إن أجيبه هنا على الحرف، لأ بيعمل أوتو أرينج بالعافية. وما عنديش وسيلة إن أنا لما بكليك يمين ما بيعملش حاجة، ما عنديش وسيلة للتحكم فيه. كل اللي اقدر عليه ان الابس اهي، واعمل سيرش وباك، ده كل اللي اقدر عليه. انما مش بيديني حرية ان انا احركهم او انظمهم زي ما انا عايز. تاني حاجة بتضايق الناس، وده تعتبر نقطة ضعف، هي الريكومندد. انا لما حتى بلغيها ما عنديش امكانية ان انا الغيها. انا ممكن الغي عنصر زي ده، ممكن ان انا اقول فروم هيجيب لي واحد بداله وهكذا. انا مش عايز حد يشوف الريكومندد دي، فدي مش موجودة او يعني مضايقة ناس كتير منهم انا. انك انت لما بتدوس على الايقونة دي بتظهر تحت بعض ملفاتك غصب عنك من غير ما يكون ليك رأي في انك تخفيها. دي من ضمن الحاجات اللي تعتبر نقط ضعف. طبعا بالنسبة لو جينا على اليمين هنا في تغيير جوهري، وهي مثلا ان حضرتك لو ما تيجي كنت عايز تفصل النتورك او تعمل ميوت للساوند، اصبح في جروبينج ان الاتنين مع بعض بقوا حاجه واحده، تكليك كده وتقعد تدور او تشوف. يعني قد يكون جاب لك اكتر من حاجه في نفس الوقت، ولكن ده تغيير. برضو بالنسبه للديت والتايم لما بيجي معاها النوتيفيكيشن، لو في نوتيفيكيشن هتيجي، فهنا ده اصبح من ضمن التغييرات اللي موجودة. طبعا احنا قلنا التاسك بار لو عايز يجي يمين وشمال، ده في فيديو سابق وخلصنا الكلام في النقطة دي. احد الحاجات برضو اللي اتقالت قبل كده، ودي مش من النسخة دي بس، انك ما تقدرش تجيبه فوق او يمين او شمال، لا هو هيفضل تحت على طول، مش زي زمان تقدر تغيره. برضو من ضمن الحاجات لو جينا نشوف الفايل اكسبلورر مثلا، لو جينا نشوف للدوكيومنتس، لو حضرتك بتعمل رايت كليك هتلاقي ان القايمة اختلفت برضو اختلاف جذري، بحيث ان هي اصبحت فيها الاوامر المهمة، واصبح ادي كات وكوبي وبيست موجودين تحت. حتى لو كليكيت تحت كده ممكن ان هو هتلاقيها موجودة هنا. بس في اعتراض لو حضرتك في انك تبعت مثلا تعمل لها كومبريس او تفتحها بالادوبي او اللي هي البرامج اللي بتحط نفسها في هذه القائمة، فممكن ترجع لشو مور اوبشنز وهتلاقي نفس الكلام، تعمل لها سكان من انتي فايروس او. فهنا هتتم على خطوتين. في ناس بترى ان ده اختصار للحاجات المهمة انها تفضل موجودة، وفي ناس بتقول لا، وانا ايه اللي دخلني في قائمة تاني. فدي وجهتين نظر احنا بنعرضهم ما بين معارض او مؤيد، وفي ناس بتقول كده وفي ناس بتقول كده. انا بقول انها مش بطالة بهذا الوضع. ده بالنسبة لل النقطة دي برضو من الحاجات الجديدة. من ضمن الحاجات لما نيجي هنا مثلا ونختار في السيتنجز وجينا بيرسوناليزيشن واخترنا في الكالر، هنلاقي عندنا choose your mood. لو جينا هنا الدارك مود لو جينا نختاره هنلاقيه بيقعد وقت كبير جدا 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 ملحوظ في انه يغير ما بين الدارك مود واللايت مود. وده مش يعني مش زي اي حاجة تاني، يعني هو تقريبا بيغير كل حاجة في بيلف على السيتنجز كلها ويعملها، حتى انا مش عارف ارجعها. فدي احد الحاجات اللي هي مأخوذة عليه في هذا الموضوع، وناس كتير اتكلمت فيها الحقيقة. ان انا علشان ارجع لللايت مود انا كلكيت اهو، وهفضل اتكلم لحد ما هيرجع ليها
بتاخد وقت أطول من اللازم بكتير. فدي أحد الحاجات السلبية اللي موجودة، التحويل من اللايت مود والدارك مود. برضو لما أجي أعمل سيرش من ضمن الحاجات، لما باجي أعمل سيرش هنا بيعمل سيرش وبيدور على النت. طبعا في الجروب بوليسي ممكن ان احنا نلغي الموضوع ده، ولكن المفروض ان انا لما بعمل سيرش يعمل سيرش بس على اللوكال ماشين، مفيش داعي يخرج من النت. انا لما عايز اعمل سيرش على النت بروح للسيرش انجن بتاعي او البراوزر بتاعي واعمل فيه السيرش اللي انا عايزه. احد الحاجات اللي اتطورت برضو وهي تطبيقات المايكروسوفت ستور. بقى تقدر حضرتك انك انت تنزل كل التطبيقات، وخصوصا في مجموعة كبيرة من الاندرويد واي حاجة، وممكن اي ابليكيشنز فتحتها مايكروسوفت للمطورين، وحتى لو دي 64 بيت وفي حاجة 32، ايا كان البلاتفورم اللي هتقدر تعمله، مبرمجين او مطورين هتلاقيه هنا موجود في المايكروسوفت ستور. وفعلا المايكروسوفت ستور اضاف برامج كتير واتطور كتير جدا عن ما سبق. ده برضو حاجة اعتقد ان هي من الايجابيات اللي حصلت في النسخة دي. بعد كده زي ما قلنا لحضراتكم ان هنا ابتدت في السيتنجز الشكل اختلف تماما عن الشكل القديم، بالنسبة زي ما قلناها بالنسبة للقائمة اللي على الشمال وبالنسبة للديتيلز بتاعتها على اليمين، ما كانتش بهذا الشكل في الفيرجن اللي هي الاولانيه اللي اصدرتها مايكروسوفت بتاعت ويندوز 11، وكانت شبيهه شويه بالموضوع بتاع ويندوز 10. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اذا عجب الفيديو حضراتكم برجاء عمل لايك والاشتراك في القناه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديوهات قادمه باذن الله. إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا التكرم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دائما. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. شكرا.